انضم لي واحد من نجوم طبعا منتخب مصر ونادي الزمالك السابقين، واحد من المدربين المتميزين اللي بيكون لي دور كبير سواء مدير فني او مدرب عام مع اي فريق بيكون بيتواجد فيه. هو النجم طبعا الكابتن احمد صالح. كابتن احمد منورنا ومشرفنا. كابتن اسلام، تحياتي ليك، ودايما بكون سعيد وانا موجود معاك. الله يكرمك. ودايما انت من مقدمين البرامج الشاطرين جدا اللي انا يكرمك. بحبهم جدا على المستوى المهني. يعني الله يخليك، انت بتيجي تشرفنا يعني يا كابتن وبنستفيد منك. قول لي بقى حكايه انك انت كل ما اكلم رئيس نادي في اي فرقه انت حضرتك بتبقى موجود فيها، تمام، يقول لي اللعيبه بتشيد بأحمد صالح بالتدريبات بالكلام ده كله بالدور اللي بيقوم فيه سواء مدير فني في القسم الثاني او مدرب عام في الدوري الممتاز. قول لي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه مع اللعيبه؟ لا بشوف شغلي بس، يعني بعمل الشغل بس. ان كنت مدرب عام بشتغل شغل المدرب العام، بس بشتغل شغلي مظبوط شويه. ما بحطش نفسي في قيل وقال، هو الشغل المظبوط. بحب عملي، بشتغل باخلاص. ان كنت مدير فني بشتغل برضو نفس الحكايه، اللي هو عملك فقط لا غير. ما بتطرقش لاي شيء، اي حوارات بقى يعني مفيش قعدة بره اطلاقا، مفيش مشايخ اطلاقا. مشايخ يعني مشايخ بتخبط ليه؟ اصل انت ايه مشايخ؟ مفيش اي حاجات من الانواع ما هي دي اللي بره الكوره. لا، اللي بره الكوره ده مشكلتي. ان انا ماليش غير في الكوره. ان انا ماليش مركز في الملعب بس. مشكلتي ان انا مركز في الملعب. طب هو ده ميزه ولا عيب؟ لا، عيب. عندنا عيب، عيب في تربيتي وفي ان انا ماليش في الحوارات، ولا عيب في الزمن اللي احنا فيه؟ لا بلاش نسب الظهر يعني. لا انا بتكلم على الاشخاص وليس الظهر. هو الاشخاص، هو يعني سيدنا محمد قال كده، هيجي وقت على امتي ان يبقى في ناس معينه تبقى في المتصدره المشاهد في كل الحاجات. لكن ده حال الكوره وكل المناصب او كل الحاجات اللي موجوده. اهم حاجه ان انت الناس بتتكلم عليك كويس، الناس بتقول ان انت مدرب كويس، الناس بتتكلم او اللعيبه بتتكلم ان انا بشوف شغلي. اصعب مره انت كنت بتدرب فيها كان في القسم الثاني ولا كنت في الدوري الممتاز مع حد يعني؟ لا انا ما بشوفهاش صعبه، انا بعمل حاجه انا بحبها. اتكلم على ظروف صعبه. لا، الظروف الممتاز بيه طبعا. ممتاز بيه طبعا، لان الامكانيات بتبقى في الممتاز بيه. كان مع مين؟ اشتغلت في شربين واشتغلت في نادي الاعلاميين هنا في القاهره، يعني مره مجموعه بحري ومجموعه الصعيد. مجموعه الصعيد سفر صعبه جدا. القطر، وانا كمان ما بحبش القطر، يعني مسافات طويله جدا. 13 ده لا ما بحبش. لا بحب، احس ان انا هموت في اي لحظه. ما بحبش القطر خالص. انت تحب القطر لكن تركب طيران؟ لا، اركب طيران عادي جدا. عادي جدا، مع ان في ناس تخاف في الطيران. لا انا طيران تمام، لكن ما عندكش اي مشكله؟ ما عنديش اي مشكله خالص. كان في لعيبه بتخاف من الطيران وانت كنت بتلعب في الزمالك؟ كان معانا يعني مواقف حصل كتير، مواقف كان اهمها ايه؟ مش فاكر، كان الكابتن اسماعيل ولا الكابتن ابراهيم مش فاكر. كان حصل موقف في طياره، كان راكبين طياره في افريقيا صغيره شويه من بلد لبلد، وحصل مطبات. يعني حاجات بقى، يعني كله بتشاهد وكله خلاص بيسلم واللي بيتوب وحاجات كده يعني. فعلا. طبعا يعني. كان الكابتن اسماعيل يوسف. مش فاكر كان مين بصراحه، كان الكابتن ابراهيم او الكابتن اسماعيل مش فاكر. كان في لكن من اللعيبه؟ لا، اللعيبه كتير في الوقت ده كانت. انا بقى ما كنتش بخاف يعني. لان هم لا يعني قول لي لعيب معين كان بيترعب من الطيران. لا، كان في ناس كتير يعني. كمان موضوع الاكسجين ده، مره ميدو كان بيلعب معانا في صغير في افريقيا، وهو محمد صبري في ماتش واحد. تقريبا ركب له محمد صبري اكسجين في الطياره. والله يعني كان بيحصل مواقف كتير جدا في افريقيا. وميدو برده جري كتير في الماتش. ميدو. ده ميدو. طبعا ميدو. طبعا كان مش شايف يعني. لا، الـ 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 الاكسجين والحاجات دي بتبقى مشكله كبيره جدا في افريقيا وكده يعني. لكن حته خوف الطياره دي انا ما بخافش من الطياره خالص يعني، الحمد لله. لكن اللعيبه انت مش عايز تقول اسماء؟ لا بلاش يعني، خلاص يعني. انا قلت بعض اللعيبه ومنهم وائل قباني، ويعني ناس كتير. وائل قباني كان بيخاف من الطياره؟ مش بيخاف، مواقف كده فبنقعد بقى نهزر مع بعض يعني. مش بيخاف، بيترعب.
لا لا مش بيخاف قوي، لا هو ساعه الموقف بس يعني في وقت المطبات اللي هي الجامده، يعني مش المطبات العاديه، كان في مطبات كانت صعبه جدا جدا، ممكن الناس تحس ان الطياره هتقع يعني. طيب خلينا ارجع لك ليك انت، يعني انت اللي قلت لي الصعوبه في بتضحك الامتياز ده ليه بس؟ لا مستنيك مستنيك قلت لي الصعوبه في الدوري الممتاز به، مع ان الاضواء والشهره والتركيز اكتر على الدوري الممتاز، فالغلطه فيه بفوره وفي تركيز كبير عليه. لا هي ما انا بقول لحضرتك انا بحضر شغلي. لو كنت بشتغل لوحدي فعارف من اول يوم في السنه لاخر السنه بحط مثلا برنامج شهري برنامج كده، ففي فانت المسؤول كمدير مدير فن بيتغير على حسب الشغل بتاعي في الاسبوع، تمام. ممكن حاجه فانت تحصل فانت اللي بتحدد، فممكن اغير انت تاني صاحب القرار بالظبط. وانا شغال مدرب عام فباخد مثلا ممكن في مدير فني يقول لك هتعمل كذا كذا النهارده، واحد تاني يقول لك 3 ايام، واحد تاني يومين، واحد تاني اسبوع برنامج اسبوعي. فانا بحضر الجزء الخاص بتاعنا اللي انا هشتغله انا وبجهزه، ودايما بكون بحب حته ان انت تحضر شغلك. تحضير ما بحبش اشتغل عشوائي. انت اشتغلت مع الكابتن بسيوني والكابتن سامي، فرقتين مع احمد نجوم سامي وسموحه. والكابتن بسيوني غزل المحله وسموحه برضه. يعني انت اشتغلت مع احمد سامي في مرتين. فرقتين ومع بسيوني فرقتين. بسيوني فرقتين. ايه الفرق ما بين بسيوني واحمد سامي؟ الفرق بين الاثنين يعني في فرق في الـ في الـ ده ليه حاجات معينه بيعملها مع اللعيبه، وحتى يعني الحاجات الشخصيه يعني كل واحد ليه شخصيته مع الفرقتين. مدربين اثنين مدربين محترمين، لكن كل واحد ليه شغله، كل واحد ليه طريقته في التعامل. واحد تالت هتلاقي طريقة تانية خالص في التعامل. يعني أهم حاجة إن هو يكون مدرب كويس، يكون شغال بشكل كويس مع اللعيبة. لكن أنا نفسي أنا ما بشوفش في فرق في الشغل، يعني مش حكاية شغل، لا هي حكاية شخصية بتفرق مع اللعيبة. مدير فني بيسيطر على اللعيبة بشكل كبير، مدير فني تاني بيسيطر لكن مش محبوب مع لعيبه شويه، في مدير فني مسيطر لكن محبوب، فهي بتفصل في الشخصيه مع في التعامل في المواقف في التعامل. احمد سامي غلط ان مشي من سموحه، غلط ان مشي من سموحه، اعتقد ده قرار احمد سامي، هو قراره هو، وهو اكيد شايف. لكن انت برؤيتك؟ برؤيتي اها طبعا يعني سموحه اي حد ينجح فيها، واي حد الناس هناك بتنجحك، المجلس بيوفر كل شيء معاك، الاعضاء والمعامله، الملاعب، كل حاجه، نادي متكامل. يعني نادي متكامل بصراحه، في امكانيات كبيره، امكانيات كبيره جدا، امكانيات محترمه جدا، ناس كلمتها واحده، صوت اللعيبه في النواحي الماديه ما بتاخروش عليهم، وعدك ان انت تمشي هتمشي، هتجيب يعني كده. لا ناس بروفيشنال بصراحه يعني. طب انتوا مشيتوا ليه في الفتره اللي فاتت، رغم ان المجلس الاداره برئاسه وليد عرفات كان قال ان تم التجديد للكابتن عبد الحميد بسيوني والجهاز الفني، لكن مره واحده فوجئنا برحيل كابتن بسيوني. هو كابتن بسيوني فعلا جدد بالفعل، وجدد سنتين، وبعد ما خلصنا الدوري يعني احنا كان مطلوب مننا ان احنا ناخد سادس عشان بطوله عربيه، فاخدنا ارقام. انت ناجح كارقام، انت واخد سادس وقبل نهائي بطوله عربيه، قبل نهائي في كاس مصر، فاذا انت في البطولتين واصل لدرجات، بس الاداء يعني وارد. تراجع وارد. تراجع من بعد لا مسؤال. هو تحديدا انا بقول لك كلام مسؤولين يعني جوه النادي. انا فاهم ان طبعا. ان من بعد مباراه الاهلي، من بعد مباراه انت بتاخد المدير الفني او المدرب او الجهاز من اول ما مسك لحد ما مشي لحد اخر مباراه. اخر مباراه دي ممكن في فتره وقعنا فيها شويه، 4 5 مباريات بس، 5 مباريات انت مذاكر لي. خمس ماتشات النتائج ما كانتش كويسه فيهم، لكن انت بعد كده كسبت المقصه وتعادلت مع يعني مشيت كويس في الاخر، نهيت سادس. اذا انت وصلت للهدف المطلوب منك ان انت تشارك بطوله عربيه، ونادي سموحه شارك في البطوله العربيه وقبل نهائي. فوجئت ان الكابتن بسيوني كلمته لانه كان هيقعد مع الاستاذ وليد عرفات، قال لي خلاص الموضوع احنا مشينا خلاص من النادي وكده. فده حال كره القدم يعني، وارد ان احنا نمشي حتى لو كملت سنه تاني فانت هتمشي. ليه في عدم استقرار في المدربين؟
خلال الفترة اللي فاتت كمان الثلاث سنين اللي فاتوا، دي بتبقى راجعة للميديا، للسوشيال ميديا، للجماهير النادي. ان الأندية بتتأثر بالسوشيال ميديا، الأندية والجماهير بتبقى ضغطة في بعض الأوقات على بعض الأندية في السوشيال ميديا، بعض البرامج بتبقى ضغطة على ناس معينة، بعض الناس اللي حوالين مجلس الإدارة بيكونوا ضغطين على المجلس بشكل معين أو على رئيس النادي أو الأصعب بالنسبة لك وقت ما كنت مع بسيوني في سموحة ولا لما كنت مع بسيوني في المحلة؟ لا، الاثنين بالنسبة لي تجربتين يعني مفيدين، أفادوني كتير جدا جدا. ده بالنسبة لك. آه. لكن الظروف، أنا بتكلم على الظروف. لا، الظروف أنت وقت ما بتشتغل مع جماهير الظروف الضغط أكبر. الضغط أكبر، لكن إحنا كنا ماشيين كويس. فالجماهير كانت معاك ومسندك بشكل كبير جدا. يعني غزل المحلة، جماهير غزل المحلة بتحب الكورة، بتحب فرقتها تبقى دايما. واحنا نادي جماهيري فعايزين يرجعوا أيام زمان. طبعا احنا أول ما روحنا كمان لعبنا كأس الرابطة، خدنا وصلنا قبل نهائي كأس الرابطة وكسبنا نادي الزمالك في الوقت ده في المرحلة دي. يعني ومشينا كويس الفترة، احنا مشينا سابع واحنا مع غزل المحلة. بس انت عشان الفلوس كانت اكبر في سموحة. مفيش. ده اللي خلاك تمشي. لا، مفيش اكبر، هي يعني تعتبر هي بالظبط. لا والله انت بتحسبها. اقول لك، انا هكلمك بقى بالتفاصيل عشان تقول ده هي. يعني في نادي غزل المحلة كان موفر لك سكن وموفر لك حاجات في النادي تانية. في نادي سموحة مش موفر لك السكن. والسكن هناك غير، فبيدفع لك. هو هو يعني نفس الناس قالت ان احنا روحنا عشان مبلغ كبير. ما فيش الكلام ده خالص. هو تقال يعني ان يعني طمع انا اسف. لا، انت عارفني وعارف كابتن باسيل. يعني انا عمر في حياتي ما اتكلمت على فلوس في اي حته من يوم ما اتولدت. حتى في نادي الزمالك وانت بتجدد وانت استحاله استحاله اتكلم على فلوس. ده انا مضيت 6 سنين، انا قعدت 8 سنين في نادي الزمالك. منهم اول ما جيت على طول 6 سنين ب 200,000 جنيه بالضرايب. واول ما جيت من المحله، بلدت المحله، دفعت 50,000 من جيبي لنادي الزمالك. في الوقت ده اتقال وقتها ان احمد صالح فضل الزمالك على الاهلي عشان الفلوس. الفلوس كانت اكتر. لا بالعكس، ده انا عمر ما كلمت فلوس، عمر ما كلمت فلوس. ان كانوا عارضين عليك في النادي الاهلي مبلغ اقل شويه. لا، ما كانتش حكايه فلوس. انا بحب نادي الزمالك ورحت علشان نادي الزمالك. كنا في المنتخب الاولمبي وقتها في لعيبه كتير كانوا اصحابنا وانا كنت في رحت سنتين ناشئين في الزمالك وبعد كده رحت المحله. ف نادي الزمالك لعبت في سنتين وانا ناشئ صاير. كان تقريبا 14 و15 سنه او حاجه كده مع كابتن عبد الخالق عفيفي وكابتن حسني عبد الرحيم يعني الله يرحمه. وبعد كده رجع النادي اشتراني تاني بعدها لعبت 4 5 سنين في البلديه ورجعوا تاني اشتروني ب 450,000 او حاجه كده. مش 450,000 دفعت انا 50 من جيبي. كانت صفقه توقف، دفعت انا من جيبي ال 50,000 عشان اجي نادي الزمالك. وما مضيت عقد، مضيت ب 200,000 جنيه بالضرايب. بس فعلا في التوقيت دوت كان في مفاوضات مع الاهلي. كان في مفاوضات جري انديه كتير جدا في الوقت ده. لا بتكلم يعني كان حوالي 8 انديه في الوقت ده. واتقال ان الزمالك وقتها على المبلغ علشان انت توافق يعني. لا ده كلام، انا وافقت من غير من اول قلم يعني. ما طيب هرجع لي يعني وقت احمد سامي تحديدا. كان حصل مشكله وانت مشيت فتره من الفترات. ما حصلش مشكله خالص، ما عملتش مشكلة خالص. لا انت ما عملتش مشكلة بس انت مشيت. هقول لك، انا مشيت لو انا عملت مشكلة نادي سموحة هيرجعني بعد احمد سامي تاني على طول؟ ده سؤال لك بقى. يعني لا، المشكلة مع احمد سامي مش ما بقى. عملتش مشكلة مع احمد سامي اطلاقا نهائي. امال مشيت ليه؟ ما اعرفش، اسال لي بقى انت. لا اسالك ازاي انا اتقال ما هو كون ان انت تمشي وقت احمد سامي وبعدين ترجع بعد احمد سامي، تبقى المشكله في احمد سامي. ما هو اللي عايز نمشي معاك انتوا. هو لا، هو اللي كان عايز نمشي. هو اللي طلب انك تمشي. طبعا هو طلب ان انا امشي. ليه مش عارف؟ هل لان احمد صالح علاقته باللعيبه بتخوف اي مدرب اي مدير فني؟ لا، لما تكون علاقتك كويسه. انا اساسا ما بصاحبش لعيبه خالص وانا شغال، ما بصاحبهمش نهائي. لكن قريب من اللعيب في وقت ما بيحتاجني.
يعني مش بصاحب لعبه بقى نقعد نتكلم في تليفونات وكذا، ماليش في الكلام ده خالص. الا ممكن يكون في كابتن فرقه بتعامل معاه، بطلب منه كذا كذا كذا، المدير الفني بيقول كذا، او الحاجات اللي هي الطبيعيه بتاعتنا. لكن اللي هو انت بتحافظ على المدير الفني، اللعيب عنده مشكله ما بتصلش بالمدير الفني، بتصل بي انا، اروح انا للكابتن سامي او كابتن بسوني او ايا كان اللي بشتغل في الجهاز بتاعه، احل له المشكله عن طريق كده. لكن وقت المشكله بحلها له فقط لا غير. ليه ما استمرتش مع طارق العشري، ولا طارق العشري اختار جهازه؟ لا اكيد كابتن طارق ليه جهازه وناس محترمه، هو شغال بشكل كويس، فاكيد هيشتغل بجهازه، مش هيطلبني. لا على اعتبار ان انت علاقتك باللعيبه كانت قويه جدا. لا دي انا احنا مشينا مع بعض انا وكابتن بسوني، انا يعني الجهاز كله زي ما مشينا من محله، مشينا من سموحه يعني. هل انت بتفكر انك تكمل مع كابتن بسوني، ولا انت ممكن تبقى الفتره اللي جايه ممكن لو جالك عروض تانية ممكن تروح؟ لا هو الراجل في الحته دي راجل، كابتن بسوني محترم جدا في الحته ما دي. هو شخصيه محترمه جدا جدا. انا كانت اتعرض عليا حاجه الفتره اللي فاتت، اتصلت عليه احتراما للعقل اللي بيننا، فقلت له في كذا كذا كذا. قال لي احمد حياتك مش عارف ترى، كان قاعد دلوقتي. فرجعت تاني قلت له الموضوع خلاص، بس قال خلاص احنا لو في نصيب في حاجه نبقى موجودين مع بعض. فهو ما عندوش مشكله يعني، هو بسوني من الناس النظيفه جدا يعني، من الناس شخصيه محترمه جدا، الناس نظيفه جدا جدا، فما عندوش حته المشاكل اللي جوه. لا ما عندوش عقد نفسيه، مفيش. لا لا كمان رغم ان هو نجم كبير يعني، لا لا حاجه محترمه جدا، وبيديك مساحه كبيره جدا جدا في الشغل، وبيثق فيك جدا، بيثق في الجهاز اللي معاه جدا. هو في الحته دي مريح جدا يعني، حاجه محترمه جدا بصراحه يعني. لا هو شخصيه للامانه محترمه، والا ما كانش نجح كلاعب، جه من كفر الشيخ وعمل نجوميه كبيره، وكمان كمدير فني طبعا متميز. لكن هي التدريب بقى بالعلاقات دلوقتي، ولا التدريب تضحك ليه؟ ولا بالكفاءة؟ لا كفاءة، لا كفاءة، كفاءة نسبة مثلا 1% 2% فعلا؟ يعني الكفاءة دي قول 5%. ده كفاءة، الناس تتكلم عليك كويس ناس، لكن وقت ما تيجي تمسك ما بيجيبش الكفاءة. أنا بقول لك كده. جربتها أنت قبل كده؟ كتير. فعلا. يعني ناس اتكلمت معايا كتير جدا. زي ما حضرتك كده بتتكلم كده، الناس بتتكلم عليك كويس، وي وي وي. دي حقيقة. وبعدين يا أحمد ده في كذا كذا، وفي فلان وفلان، فاختاروا. قلت له تمام مفيش مشكلة خالص. فدي ما عنديش مشكلة فيها، لأن أنا عارف إن الرزق ده بتاع ربنا. فما بشغلش بالي، وقت ما هتجيلي هتجيلي. هو انا متاكد بامر الله هتجيل. بس مش غريب انك انت لعبت 8 سنين في الزمالك وما بتمرنش في الزمالك، تضحك ليه؟ عشان انا على طول طالع بره النادي، ما بستناش حد، ما بطلبش حاجه من حد. لكن انا اشتغلت في ناشئين نادي الزمالك فتره، اول ما بطلت. لا ما بتكلمش عن ناشئين. لا ما يعني غريبه جدا ان احمد صالح، انت من الجيل اللي واخد الدوري ثلاث مرات. صح؟ واخد افريقيا؟ طبعا، اللي هي 2002 يعني. واخد اللي اقصد اقوله ان انت واخد بطولات في نادي الزمالك. انا واخد 14 بطوله. 14 بطوله؟ 14 بطوله، 3 منتخب عسكري و11 مع نادي الزمالك او 12 مع نادي الزمالك. طب مش غريب انك انت ما تكونش يعني ما يتمش طرح اسمك ولا مره في الفريق الاول؟ لا هما رغم انك انت بتشتغل مدرب عام ومدير فني في القسم الثاني. ما السؤال ده مش ليا بقى. يعني لمجلس الاداره. لان انا ما بطلبش، انا مش هطلب ان انا اشتغل. ولان انا هل انت كان ليك مواقف معينه الفتره اللي فاتت ضد الاداره او الكلام ده كله؟ لا ضد الاداره لا، هي شغلي ما بتحطش مع كلامي ضد الاداره او مع الاداره، انا مش من النوع ده. انا من النوع اللي بتكلم في حاجه غلط بقول غلط، في حاجه صح بقول صح. ممكن ده معطلني. ده معطلني كتير. كتير. وان انت تبقى تعمل الصح بس، ده معطلني كتير جدا من وقت ما اشتغلت في التدريب. كتير جدا جدا. انت فتره من الفترات كنت موجود مع في منتخب الناشئين، اللي هو في سن بتاع رمضان صبحي، الجيل ده كله يعني. كان منتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي، كان كل ده احنا نعم
الجيل اللي كان مع كابتن شوقي، الجيل ده احنا اللي جايبينه مع كابتن معتمد، جهاز كابتن معتمد كله بالظبط. هو ده قبل دول اللي لعبناهم في الوقت ده 11 وكده، يعني كانوا لسه صغيرين يعني. اصل لا مش 11، احنا اللي اول مره ضمناهم المنتخبات يعني، التوليفه دي كلها احنا اللي جمعناها. اه لكن هو شغل المنتخبات انت يعني بتشوف ان هو بيختلف عن الانديه بيختلف كتير جدا جدا، من لان ناحيه شغل المنتخبات بيبقى اسبوع في الشهر مثلا، وقت معين ساعات تبقى 5 ايام، وقت اللعيبه هتبقى مرتبطه بس احنا بنتكلم منتخب اول غير لعيبه انا الناشئين بتكلم يعني. عن منتخبات الناشئين والشباب. لا شغلها فترات بسيطه يعني، ما بيبقاش زي يعني بتريح اه فتره، بيظهر الشغلة. الا بقى لو انت هتعمل فرق. احنا تعبنا في الوقت بتاعنا احنا، اللي احنا كنا بنلف المحافظات، انا لفيت درجه تانية كتير واحنا ماسكين منتخب، حتى الانديه كانوا بيستغربوا يعني بصراحه. ليه كابتن بيستغربوا ليه؟ ان انت بتروح ممتاز به تشوف، ده ما كانش بيحصل يعني، كانوا بيروحوا الدوري الممتاز يعني اهلي مثلا. زمالك والناس. اه بالظبط يعني، احنا مثلا جايبين عبد الرحمن مجدي كان ترسانه ممتاز به، كان عبد محمد الرحمن صادق، مجدي الاسماعيلي محمد صادق كان من القناه ممتاز به، البدري كان كيما اسوان، وجيه اسمه ايه عبد حاجه، وجيه من دمنهور يعني. لفينا كتير وجبنا لعيبه كتير من ممتاز به، وانضمت والناس خدوها يعني. وكان في لعيبه كمان ما كانتش متسجله في النادي بتاعها، زي احمد مصطفى بتاع الاسماعيلي، ومحمد عبد الغني ما كانش متسجل في دجله وخدناه، وبعد كده راح بتروجيت كده يعني. فانت بتشتغل بتجيب لعيبه، بس غير بقى الارقام كله بقى يعني. ده كان في السن ده بس، مصطفى محمد، صلاح رمضان. محسن، عمر مرموش، ياسر ريان، منسي، ناصر منسي، ست فراوده، اسمه ايش نسيت اسمه، شادي حسين. لا 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 لا، فادي بتاع البنك الاهلي، فادي. كان في النادي الاهلي، في ناشئين في النادي الاهلي في الوقت ده يعني. ست فراوده بس في فرقه واحده. هات لي فرقه من يوم ما فادي اتنشا فريد. اي فادي فادي فريد، فريد. ست فراوده من في الجيل ده بس، في فرقه واحده بس. امال مش شايفينهم يعني ده كلهم بيلعبوا بيلعبوا فين؟ محمد نادر ياسر ريان ما الاهلي ما رضاش يأيده وراح سيراميكا، يعني وناصر حرام. منسي ايوه في استنى بس البنك انت. الاهلي. ما اسمعني، وناصر منسي في البنك الاهلي، مين تاني؟ وفادي فريد، مصطفى محمد وفادي فريد مصطفى وصلاح محمد محسن وعمر مرموش. وصلاح محسن هيمشي، عنده مشكلة في الأهلي. انت بتتكلم عليهم دلوقتي؟ أنا بكلمك عليهم انا دلوقتي. بقولك من ساعة ما طلعناهم مصورين كلهم كانوا بيلعبوا. يعني هات لي الأندية فرقة. هي اللي بوظتهم؟ لا مش عند انت ولا اللعيبة هي اللي بوظتهم محافظة؟ ليه بس؟ العيال شغالين زي الفل وكويسين جدا. لا ما هو ومن يعني احسن أنت فرقة طلعت موجودة في مصر. ده انا بقول لك ليه كده؟ آه. ان الجيل ده هات لي جيل من يوم ما اتنشأ اتحاد الكورة طلع فيه الأسماء دي. ايه؟ طلع فيه الأسماء دي العدد قصدك؟ ده كله يلعب دوري ممتاز. مفيش. هات لي كده كل جيل هتلاقي فيه 5 6 7 8. ده عشان الجهاز الفني كان ما كانش بيجامل حد. بيدور على بتلف وما بتجاملش حد. ما بتجاملش حد. اللي هو بتشتغل بما يرضي الله. مفيش أي مجاملة. خالص إطلاقا. هي اختيارات فيتوريا للمنتخب فيها مجاملات؟ لا ما هاخد تحسب. منك الإجابة بعد الفاصل، بعد الفاصل مع النجم أحمد صالح. هيواجه منتخب مصر ضيفه منتخب النيجر في المباراة الودية الأولى للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة، وهيبدأ منتخب مصر عهد جديد في مسيرته خلال التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، فهيخوض مباراته الأولى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وده لما هيواجه منتخب النيجر ودياً. وفشل منتخب الفراعنة في الوصول لكأس العالم 2022 مع البرتغالي كارلوس كيروش، وبعد رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر تولى إيهاب جلال قيادة الفريق، وخاض مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا 2023 لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا، وتم تعيين البرتغالي روي فيتوريا لتدريب منتخب الفراعنة بعقد يمتد حتى عام 2026. وعلى الرغم من عدم وجود مواعيد هامة للمنتخب المصري في الأشهر القادمة، إلا أن المعسكر الحالي بيعد الأهم بالنسبة للفراعنة،
وذلك لوقوف المدرب الجديد روي فيتوريا على حالة المنتخب والمحترفين في أوروبا. وضم البرتغالي روي فيتوريا 27 لاعب لمعسكر منتخب مصر من بينهم 7 محترفين، على رأسهم النجم الدولي محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه، بينما خرج من القائمة محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي للإصابة. واستبعد فيتوريا من قائمة منتخب مصر لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين كل من أحمد عادل ومروان عطية ثنائي الاتحاد السكندري، وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد، وأحمد شريف لاعب فاركو، وناصر منسي لاعب البنك الأهلي، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، بجانب نبيل عماد دونجا المصاب. وشهدت القائمة خروج محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد استقرار روي فيتوريا على الثلاثي محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد صبحي حارس الزمالك، مما أثار اللغط حول استبعاد عواد على الرغم من دوره مع الزمالك في الموسم الماضي. لسه مكملين مع النجم أحمد صالح. كابتن أحمد، قائمة الاختيارات للمنتخب فيها مجاملات؟ أعتقد أن أول تجمع ده مش هيبقى كله قرار المدرب الفني، أكيد في بعض التدخلات طبعا. لا هو حازم إمام؟ لا أكيد في بعض، ما هو أي يعني أيا كان، يعني اكيد جمال علام مش هي، لا اكيد في بعض التدخلات وفي بعض الكلام في القائمه الاولى. لسه الراجل جاي اكيد اتكلموا معاه واخد بناء على الكلام كمان، لان في ناس ما كانتش بتلعب خالص وموجوده، فطبيعي ان هو اول معسكر كده لسه جاي جديد، فلسه مش عارف حاجه، ماتشين ودي يعني مش 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 رسمي، لكن هنحاسبه فيما بعد لما نشوف الماتشات يعني نفسها ونشوف اداء الفرقه وطريقه اللعب اللي بيشتغل بيها واللعبة اللي مختارها هتشتغل بشكل كويس ولا لا. فده طبيعي، انا مش عايزين يعني نحكم عليه بدري قوي او احنا نضغط عليه بشكل كبير يعني في البدايه يعني. يعني لسه مش يعني هو لسه راجل جاي، فاعتقد ان هو لسه مش حاطط ايده على كل حاجه من البدايه كده، فطبيعي ان انت معاك اتحاد بيكلمه او بعض المدربين، لان هو كان بيلف على المدرب. جالنا في سموحه لما كنا شغالين مع كابتن باسوني في سموحه، وقعد معاه وسالوا على اللعيبه الجديده اللي بره الكويسه اللي انت شايف انها ممكن تنضم. فاسئلته كلها حوالين ناس تانية عايز يخليها تبقى موجوده جداد. كابتن باسوني كان كلمه كمان على عبد الرحمن مجدي، خدوا عبد الرحمن مجدي، وكان على ابراهيم عادل بتاع بيراميدز. اكيد سال كل المدربين، بيتكلموا على بعض الناس اللي ضمها اكيد. يعني طبيعي ان ده مش قراره لسه الواحد، مش قراره أيوة الشخص أيوة. لسه فده كل ده بناء عن اراء واخدها من كل المدربين او مجلس الاداره معاه بيتكلموه. طبعا هو حازم ايا كان يعني اكيد جمال علام مش هي وارد مش هيتكلم في الامور فطبيعي الفنان. يعني ده طبيعي. طيب انا معايا الفنان صبحي خليل، طبعا واحد من الممثلين المتميزين. استاذ صبحي برحب بيك. ربنا يخليك يا كابتن الاسلام، انت اللي منور الدنيا ومنورك صاحب الاخلاق العاليه كابتن احمد صالح. كابتن احمد راجل محترم جدا، جميل. استاذ صبحي وحشنا جدا جدا، وانت من الفنانين اللي انا بحب اشاهدهم واتابعهم دايما، لان انت من الناس العزيزه على قلبي جدا جدا ومحترمه جدا جدا في نفس الوقت. حبيبي ربنا يكرمك يا احمد، وانت من اللعيبه الممتازه جدا بجد. في الخماسي ولا في الخماسي ولا في الخماسي؟ لا بص يا كابتن اسلام، احنا افتقدنا حاجات حلوه قوي زمن اللي فات، يعني سواء كان على مستوى كره القدم او كره اليد او الباسكت او الفن، سواء كان تاليفا او اخراجا او تمثيلا، حاجات كتير جدا يا جماعه احنا افتقدناها. انا سمعكم قبل، انا دخلت في الفاصل ده وكابتن احمد صالح بيقول لك ان مدرب المنتخب الجديد بيكلموه على فلان في الفرقه الفلانيه وكلموه على فلان في الفرقه الفلانيه. منتخب مصر زمان يا كابتن اسلام، ايام الكوره لما كان في كوره بجد وكانت اللعيبه
ما كانت بتلعب باسم منتخب مصر ما كانش الهدف مادي، دلوقتي اما اصبح الهدف مادي في كل المجالات، اصبحت الـ 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 الابداع قل الابداع، لان بقى هناك الهدف الوصول للماده قبل الابداع. يعني لما يجي نقول في المنصوره اللي منها الكابتن احمد الفرد اليمين اللي ما فيش زيه ممكن يعمل اللمحات واللعبه، الكره بتتلعب دلوقتي يا كابتن اسلام، انا بدخل كل الحاجات في قلب بعضيها، الكره بتتلعب دلوقتي بالرجلين، لكن زمان ايام جيل الكابتن احمد والاجيال اللي قبل منه كانت بتتلعب بالدماغ، الكره بتتلعب بالدماغ يا كابتن اسلام، مش بالرجل ابدا خالص خالص، كله بيجري. والتمثيل كان بالدماغ برضه، كله يعني كله بالفكر بالظبط كده. يعني انا عايز اقول لك لما كابتن احمد بيقول لك عايزين احمد عادل من بيراميدز ومش عارف عايزين مين من سموحه عايزين مين، لا ما تيجي نقول المنتخب في عز مجده كان في المنصوره عندك من حراسه المرمى، كان سطوحي في حراسه المرمى، وكابتن ثروت فارج وسعد صليت واحمد الشال وبدير من المنصوره، تروح لل واحمد شاكر واحمد شاكر، تروح للمحله كان عمر عبد الله وعماشه وشوقي غريب وسياجي، هتروح للاولمبي، هتروح للاتحاد، هتلاقي الجارم والبابلي وشحته وعيد كانوا موجودين في المنتخب دي، كل نادي كان فيه اربعه خمسه بيروحوا المنتخب. قول لي الاهلي هياخد كل البطولات السنه الجايه متفائل ولا خايف على الاهلي ان 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 يعني الناس بتقول لسه ما عملتش صفقات، او البعض بيقول ان عمل صفقات قليله، فانت متفائل بالنادي الاهلي الفتره الجايه ولا لا؟ لا متفائل جدا 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 جدا، طول ما جمهور النادي الاهلي مؤمن بيه وطول ما جمهور النادي الاهلي وراه، النادي الاهلي هيقدم حاجه حلوه قوي لكل جواد كبوه، لابد ان يحصل هنات بتحصل وده طبيعي جدا، لما تصل للذروه لابد ان يبقى عندك سنتين ثلاثه كده بتنزل فيهم، ده طبيعي في اي مجال في الكون. فنادي الاهلي النجم الاستاذ صبحي خليل، انا يعني ان شاء الله عايزك تبقى تيجي حلقه، لان انا عارف انت اهلاوي قوي وبتفهم في الكوره قوي، بس خليني والنبي يا كابتن اسلام قبل ما اقفل عايز اقول لك احييك، لانك انت من الناس الجيده جدا اللي بتعرف توصل الحقيقه اللي هي عايزاها، ومستمع جيد جدا، وهذه وظيفه المحاور ان يكون مستمعا جيدا، يرمي الجمله اللي هو عايزها يجيب بيها مليون حاجه من الضيف اللي يبقى موجود معاه، وفي نفس الوقت مستضيف واحد من الناس، يعني الناس تقعد تقول لك ايه يا سلام على اخلاق ابو تريكه ولا اخلاق فلان ولا اخلاق علان، احمد صالح ده زي ما كان موهوب في الكوره فهو موهوب اخلاقيا وبني ادم كما يقول الكتاب في التعامل معاه، الجزء المجهول اللي الناس ما تعرفوش. وعايز اقول لك على معلومه مهمه جدا، احمد صالح اللي قاعد قدامك ده انا اللي عامل له فرحه وهو يقول لك دلوقتي والله والله وبنته دخلت الجامعه دلوقتي وبعدين يعني كبرنا. انت بتشكره انه عمل لك فرحك ولا ايه؟ ده حبيبي ولا بقى انت الكلام ده بقى لك قد ايه؟ طول عمره واقف معايا، بقى لك 15 سنه ولا اكتر؟ 18 سنه كده. 18 سنة. بتشكره بعد 18 سنه جواز؟ هو معايا على طول حبيبي، ولا عايز تتخانق معاه عشان عمل لك فرحك؟ بس يا ابني انت بلاش الجمل بتاعتك دي. ربنا يخليك يا الصبح، انا بشكرك ودايما تشرفنا باذن الله قريب باذن الله. تسلم يا حبيبي. الفنان صبحي خليل الفنان المتميز. كابتن احمد، ما يخص صفقات الزمالك، بتشوف ان في جدل، الناس تقول لك ان الزمالك عمل صفقات كتير، في ناس تقول لك لا الصفقات ما فيهاش لعيبة يعني نجوم أو أسماء كبيرة، بتشوف صفقات الزمالك اللي عملها هتساعد الزمالك إن يكمل في إن هو يحتفظ بالدوري، ولا الزمالك بيجي كل 10 سنين ياخد دوري وياخد دوري مرتين وخلاص؟ لا أنا شايف إن نادي الزمالك السنة دي أو أمير مرتضى بمعنى أصح يعني بيختار أو بيجيب صفقات على حسب احتياجات الفريق. كان الاول بغير 18 و20 لعيب للتغيير، لكن حاليا لا، او في كمان 2 او 3 بيتفاوضوا معاهم، اتمنى ان هم يكونوا ناس مميزه، يكون فيهم لعيب طرف يكون مهم، يكون طرف يمين ولا شمال؟ طرف اشول، اتمنى يكون في طرف اشول في نادي الزمالك بيلعب برجله الشمال،
كمان راس حربة، اتمنى في راس حربة يكون تقيل، يعني افريقي يكون لاعب منتخبات. كمان يعني الصفقات اللي تيجي تكون تقيلة، يعني تكون سوبر سوبر، يعني لان نادي الزمالك بيقدر يشتري بفلوس كويسة، موفر كل شيء، المجلس الادارة موفرين كل شيء. لكن الدور بقى على اللي بيختار اللاعب نفسه اللي يقدر يشتغل في اجواء نادي الزمالك، لان في بعض اللعيبه ممكن ما تشتغلش في اجواء نادي الزمالك، زي مثلا مروان حمدي قال انا مش هقدر اكمل وراح المصري، وانا بحير مروان على كده على فكره، الناس كتير بتلومه، لكن انا مش بلومه، لان هو لو الجمهور زعم عليه بلغه الكوره او ما كانش موفق في ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه، فهو مش في سموحه، الناس هتستحملك في سموحه او الانديه الثانيه هتستحملك، لكن نادي الزمالك عايز بطوله، عايز يكسب. لكن هو لعيب مجتهد جدا جدا، كان بيعمل اللي عليه بشكل كبير، لكن في وارد تبقى مش موفق شويه وموفق شويه، لكن نادي الزمالك مش هيستحملك لما تكون مش موفق. تمام، نروح لفقره نمبر 1، وهعرض لك ثلاث صور بتختار الافضل منها في الثلاثه. ماشي. افضل مدرب اتمرنت معاه؟ ثلاثة مدربين كبار، لكن انا كبرار اثر فيها بشكل كبير جدا جدا في شخصيته بصراحه. يعني افضل لاعب دربته في سموحه؟ افضل لاعب دربته في سموحه، لا صعبه، ثلاثه محترمين جدا، صعبه هي اللعبه انك تختار واحد. هم الثلاثه محترمين جدا، يعني اختار مثلا مروان. افضل لاعب دربته في غزل المحله؟ افضل لاعب دربته في غزل المحله برضو ناس كويسه كلها وناس مميزه جدا. تمام، اختار واحد. عبده يحيى. افضل صفقه للزمالك لغايه دلوقتي؟ افضل صفقه عمر دونجا الزناري. هو دونجا والزناري يعني يمكن، وعمر الاماكن كلها مطلوبه في نادي الزمالك، لكن انا كنت عايز دونجا من فتره كبيره ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. افضل صفقه لطلع الجيش؟ خالد عمر، فتح الله، محمد فتح الله. اعتقد فتح الله مميز جدا جدا كمساك بصراحه، يعني هيفيدهم جدا جدا، هيعوض غياب الزناري. افضل صفقه السيراميك كليوباترا ايفوكا احمد طبعا ياسمعين. الناس بسام هجوم كبير، بسام جدد. نعم سوري، ومحمد بسام. بسام جون كبير، واحمد ياسر فرود كويس طبعا، لكن جون ايفوكا فرود تقيل جدا جدا، هيفيد سيراميكا بشكل كبير. يعني افضل صفقه للاتحاد؟ افضل صفقه لنادي الاتحاد ممكن أوستن أموتو، يعني قوي جدا جدا. يعني افضل محترف جه الزمالك في الثلاثه؟ لا صعب، يعني بين ايمانويل وبن شرقي، يعني الاثنين مميزين جدا جدا، لكن انا خلينا في يعني صعبه الاختيار بين شرقي وبين ايمانويل. افضل اللاعب الامتع في الزمالك؟ رضا، حازم، شيكابالا. انت جبت ثلاثه كلهم مهاره عاليه جدا، وكلهم ثلاثه حفنه، هي اللعبه في الصعوبه. لا هم ثلاثه جامدين جدا جدا يعني، شيكا وحازم وكابتن رضا طبعا، لا ثلاثه جامدين قوي بصراحه. افضل لقب حققته انت مع الزمالك؟ 2002 دوري ابطال افريقيا، الدوري 2003 اللي هو دوري سيد عبد النعيم، ولا لقب تاني؟ لا كاس افريقيا لما كنا في كانو ياوندي، كان 99 2000 تقريبا. ده كان لان كان في مجموعه بتلعب في الدوري ومجموعه بتاعت افريقيا، فقالوا مجموعه افريقيا مش هتاخد البطوله. فاخدنا البطوله، وكانت صعبه جدا، وكنا في رمضان واشتغلنا في الوقت ده بشكل كويس جدا، وجبنا بطولات كتير في الوقت ده. يعني النجم احمد صالح شرفتنا ونورتنا، ودايما بتشرفنا وتنورنا، وان شاء الله تكون دايما موجود معانا. حبيبي يا كابتن اسلام، ودايما انا بحب اكون موجود معاك، لان انت من المذيعين الشاطرين جدا جدا، الناس اللي هي المميزه في شغلها، ودايما بحييك على كل البرامج. ربنا يخليك، بشكرك كابتن. بشكر طبعا النجم كابتن احمد صالح، يوم السبت ان شاء الله في البريمو مع النجم محمد فاروق. تصبحوا على خير.